طريق الصبر وطريق الحوار الوطني يلتقي فيه المختلفين. راه الحوار ما يتلقاوش فيه الوطني الجبهات يبنيوها المتقاربين مع بعضهم، اما الحوار الوطني يقابلوا فيه المختلفين وعندهم استعداد لان يكون عندهم قصد مشترك ويتنازل بعض بعض من اجل البلاد. انا مع الحوار الوطني وراه الطريق الوحيد احببنا ام كرهنا طال الامد وقصره، وبالتالي الواحد نزيد حوار من غير الممكن اليوم يحضر فيه قلب تونس، من غير الممكن يحضر فيه الدستور الحر، من غير الممكن يحضر فيه ائتلاف الكرامه، اي معنى لهكذا حوار؟ فهمه عنده معنى كبير، عنده معنى كبير. انا اقول انه الحوار الوطني اليوم ما نخليوش الكلفه نتاعه تكون مرتفعه قد ما نعقدوه اليوم، قد ما الحل يكون ممكن تحضر من السيناريوهات اختيار ربما تنتظر فينا عصام الشابي، قد ما يتأخر من قبيل الوطني من قبيل اليوم التفكك اللي راهو فيه في مؤسسات الدولة والانفجار الاجتماعي، والناس ما عادش عندها ثقة لا في اللي يحكموا، لا عندك معارضة عندها بديل ولا في المعارضة ما الناس ماهوش يراو فينا بديل، ولا حتى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية أصبحت اليوم هي تمثل الحراك الاجتماعي هذا، التنسيقيات واللي قاعدة تصير هي تعبير على رفض كل المنظومة بحكيمها ومعارضها ومدنيها وغيرها. دونك اليوم طريقنا هو أننا نعمل حوار لرسم خريطة، وباش الحوار ينجح لابد من التهيئة ليه. واش اليوم كان اليوم تو غدوة تقعد الناس كل تولي مائدة حلبة صراع، احنا تونس ليست في حاجه الى حلبة صراع، في حاجه لمائده حوار. مائده الحوار الاتحاد بارك الله فيه اللي قام بالبادره والناس تتفاعل معه، يلزم يهيئ لها ويقابل الناس ويستمع لهم، ورئيس الجمهوريه عليه ان يكون ايجابيا ويتحرك. هذا رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يقول لك مع الفاسدين هذه جاي يا سيدي. انا قلت لا تتحاور واللي قال ريح، واللي قال ريح كان عندك ريح بالعصر، انا مش مهبول نقول رئيس الجمهوريه مع الحشاه وحشاكم نطيح له قدر ونقول له اقعد معاه، مستحيل يا سيدي. هذا الحوار ابدا استمع للناس، وربما يتهيأ حوار فيه من بعد وفيه هالمتطرفين وهالناس اللي هي من يمكن ان يتبنى معها. ماهوش ما شكون المتطرفين عصام الشابي؟ فما كتل متطرفه، كتل التطرف عندي، كتله الدستوري الحر، كتله ائتلاف الكرامه، هذه غايه في التطرف. وهو المراش انه مستقبل تونس يتبنى معهم ومع خطابهم السياسي ومع طرحهم السياسي. في الفاسدين كانت مشكلة، الرئيس يقول وانا معه، ما نقول اقعد مع الفاسدين، طيب فما واحد لكن هناك من يعتبر انه رئيس الجمهورية هو جزء من المشكل. عصام الشابي لا، رئيس الجمهورية ماهوش يعمل على حل المشكل، قاعد بعيد وعنده رؤية سلبية للأحزاب ودورها، وما يحبش يقول لك يتورط في حوار مع الأحزاب، وهذا غلط. إلى أن يغير الله الأرض وما عليها، الأحزاب زاد هي اللي طلب الدور الرئيسي في الحياة السياسية بالواقع وبالدستور وبالقانون. يلزم رئيس الجمهورية يستمع لها ويستمع للمنظمات الوطنية ويستمع للشخصيات الوطنية والخبراء. رئيس الجمهورية على علمه مش قاعد يتحاور مع المجتمع السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي، يلزم يهيئ لذلك ويدعو لمائدة حوار وتبدا فما ديجا ورقة ديجا تقريبا حاضرة.